هذه الشيلة إهداء من الأستاذ عبد الله بن راجي الوقداني العتيبي وأبنائه للخريج عبد الرحمن بن خلف البلوي. الآن وحصرياً هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، واليوم هذا يوم عيد يوم التخرج والنجاح. مبروك يا شبل الرجال متخرج والراس عبد الرحمن يلي بالفعل نلت الأمان والفنان. استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم.